الحجية وينك؟ قومي طلعي لي تفقد جدي، اليوم اسوي بيه عملة اخلي لي يسوى والما يسوى يتفرج عليه. خير شكو، لميت الوادم علينا شنو صار؟ شنو صار؟ ها؟ شنو صار؟ ما تدري شنو صار؟ وين ادري شنو صاير؟ اشو انت طلعت من البيت وقلت رايح الجيران نجواسم العب ويا؟ ايه هذا المظلوم جاسم ابن الدلالة تفتر بالدروب. عيب ابني عيب، لا تحكي على المرية. هي لو خوش مرية كان ربت ابنها عدل. ايه وش بيجي واسم ما تحكي؟ يقول الريال فاشوشي، ابن الفاشوشي هذا. هو الريال شي جيب لك؟ روح للسوق وجرب شوف من القلوبة. حتى انت حجية؟ حتى انت ما تحبين الريال؟ ولك حنيش، راح زمن الريال، هسه الاليف والارميل هن اللي يشتغلن. الريال فريق حجية، فريق كرة قدم وفلوس. وانا عبالي تحكي على الفلوس. ايه هسه سولف لي شنو صار؟ هالقزم يحكي على الريال، الريال ما عاجبه. وش جاب الطوبة بيناتكم؟ مو رحت يمه نلعب بالبلاي ستيشن؟ هو اختار البرشا وانا اختاريت الريال، بس هو الخبيث كسر كل لواعيبي ما خلالي لاعب. وجماله يقول لي جيم اوفر، اليوم ما عوفه وين يروح الا العب بيه طوبه. مو قلت لك عوفه؟ هو لو بخير كان ما كتب على قبر ابوه من مات جيم اوفر. مو قلت لك طلعي للتفقه خليني اسوي مشخال وروح العمام يخبريهم حتى يقاوموهم. وهي تسوى توصل للعشاير؟ ايه تسوى، ليش ما تسوى؟ قعدت تريدين هذا القزم يصنف على فريقه وانا اسكت. يمه العشاير مو مالت هيش طلايب، العشاير خلوها للمحبه والموده والسلام. مو كل من شال تفقته وركض على اي قضيه تافهه وما تسوى. قبل حتى النهيبه، انت سامع بالنهيبه تعرفها؟ اللي هي اكبر قضيه بالعشاير، هما توصل للمتافق. اكو ناس خيرين وفريضة يعرف حق الله، هسا انتو صار بيكم على طوبة تترامون وعلى حكاية تطقون. عمي حطوا رجليكم بالقاع وقولوا يلا. حجية ما بيها مجال، اليوم يا قاع انطمي وضميني. والله لو تطم كل ذول اللي علموك على هاي السواليف شربحنا. شنو طوبة شنو غيرها؟ عمي طيحتوا هيبة العشاير، العشاير اللي كانت هي سترنا، خليتوا كل من يجي ويحكي بيها. ما تقدر تفك حلقك اذا ما قاوموك، عيب والله عيب هاي السوالف. واحنا شقلنا حجية حتى تنطيني هاي المحاضرة العريضة الطويلة؟ يما الحكي مو يمك ومو بس وياك، الحكي ويا كل ولدنا. اتفاخروا بعشايركم بس لا تترامون بيها، كلكم ولد آدم وحوة وماكو واحد طالع من زر الحايط. اتعاونوا على الخير ولا تخلون الشيطان يدخل بيناتكم. كل العشاير على راسي شيوخ ولدها من أحسن الناس، بس بهاي الشغلة أقول تشكم. ما يصير الطلقة اللي نرميها على ولدنا خلينا نذبها على عدونا. وهسه شو تقول؟ اقتنعت يا لا؟ هو اللي يسمع خطاب الأمين العام للأمم المتحدة شلون ما يقتنع حجية؟ عفية ابني هيك أريدك، وأريد كل أولاد العشاير الطيبة. اسلحكم ضموه الوقت العازم. عزلوا بازة حجية؟ البازة هم تستر ولادي من فدوى أروح لك.